حديث إلا عن ترقب الصفقة التاريخية. الكل يقول متى بتصير، متى بتعلن. شكلها قربت، والصمت الكبير اللي تشاهده الآن حوالين موضوع هذه الصفقة مرتبط لأمرين: الممولين واللاعب. اللاعب ما راح يتحمل يعني نظام تسريبات، لازم تتم الأمور وفق معايير معينة، بس ما في شك أنها صفقة لو تمت راح تشكل إضافة جدا كبيرة للدوري السعودي ولها ما بعدها. حسب المعلومات المتوفرة لنا، أحد الفنادق الكبرى في الرياض تلقى حجز جناح ملكي وثمانية غرف محجوزين 6 شهور لمدة 6 أشهر. طبعا ماني قايل اسم الفندق لأن هذا يعتبر انتهاك خصوصية عاد خلاص. فيبدو الأمور قربت 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 قربت. الاتفاق يتجه إلى الاتفاق مع اللاعب يتجه إلى جزئين، جزء منه اتفاق لعب رياضي لمدة موسمين، وجزء منه اتفاق تسويقي اقتصادي مرتبط ببعض العلامات الكبيرة. يعني الديل أصلا كل اللي مرتبه التسويق الرياضي هو اللي مرتب هذا الديل الكامل، مو هو يعني ما هي مجرد صفقة اعتيادية. لكن هذا يمكن يودينا إلى مكان آخر، ربما يعني ربما أنا أقول ربما ربما يكون هناك برنامج تمويلي للأندية السعودية مرتبط بالتعاقد مع أبرز نجوم العالم، مع مشاركة جهات اقتصادية بتمويل جزء من هذه أو الجزء الأكبر من هذه الصفقات. أنا أتكلم على الصفقات المستقبلية، ما أتكلم عن الصفقة هاي. أعتقد أنه ممكن الأندية السعودية تبدأ تتفاوض مع أسماء كبيرة، كل نادي يفاوض لاعب لكن ضمن رانكينج معين وقائمة معينة من الأسماء. إذا قدرت تتعاقد مع واحد من هذه الأسماء فممكن يتم تمويل الصفقة بما يشكل إضافة للدوري السعودي. هذه فكرة جميلة، لو طبقت راح يكون لها تأثير كبير في زيادة تحقيق قفزات للدوري السعودي. خلينا نبدأ الحلقة بالعناوين.